مساء الخير يا تايسون، كل سنة وانت طيب. مساء الفل وانت طيب. ألف مبروك الجائزة. الله يبارك فيك. دي الجائزة الكام؟ أنا بفضلهم الجائزة التانية. وفي العموم؟ لا ما الحمد لله مش عارف. فنان مهم وطول الوقت بيتقال عليك نموذج للتمثيل. لا الله يخليك، ده عشان تزوق بس، ربنا يخليك. ربنا يخليك. بس انت في فتره تايسون كان في شويه كلام كده ان هو الصوت مش عارف ايه، انت قعدت قررت لا انا ممثل مهم وهوقف شويه وهظبط وهرجع تاني، فرجعت ان شاء الله بقوه. الله يخليك، ربنا يخليك. انت عملت ايه في الفتره اللي وقفت فيها؟ أي فترة دلوقتي؟ أنا كنت في رمضان، بتاعت فترة رمضان دي؟ فترة فاتت. الحتة بتاعت والله بص، أنا كنت دخلت أشتغل مع أستاذة جهاد الناصر طبعا، وبعد ربنا سبحانه وتعالى كان ليها فضل كبير عليا يعني. وانا عاده بعمل كده، انا بشتغل على بقدر الامكان لما بلاقي وقت فاضي بحاول اشتغل على نفسي، اعمل ورشه بقى مع اصدقائي، اعمل ورشه لوحدي، ورشه اعداد ممثل يعني، او استوديو اعداد ممثل، زي اي حد عايز يطور نفسه او بيحاول يطور نفسه طبعا بعد فضل ربنا يعني. تدريب لشخصيه ابو صدام. احنا متعودين في دراما الرحله زي ما قلنا، في شخصيات بتدخل شخصيات بتخرج. انت هنا التدريب كان مختلف على ما اظن الشخصيه، انه كان مشاعر بتدخل طول الوقت. دراما رحله من نوع جديد، على ما اظن كان تدريب صعب شويه على الشخصيه دي. بص لك حاجه، هو بكل حاجه ليها يعني ليها شغلها الصعب وطريقه التعامل معاها يعني. بصراحه ابو صدام كانت مشكلتي معاه ان هو ما كانتش مشكله، او النوع ده من الافلام او الدراما او الشخصيات دي ما فيش حاجه رايح جاي، هو انت الموضوع بالواحد يعني، انت مش الوقت طبعا داش عمل شغل خطير، بس حتى هو الشخصيه نفسها حاجاتها جواها كده بينفعل لاسباب هو فاهمها الناس مش شايفاها. ده كان صعب يعني شويه، اعتقد انه كان صعب شويه، بس الحمد لله يعني. مش عايز اقول ايه اللي صعب ومش يعني، كل حاجه صعبه والناس كلها عندها شغلها الصعب يعني، كل الناس بتتعب في شغلها يعني، قصدي اقول. بس اسمح لي الاول، انا يعني واجب ضروري جدا عليا يعني ان يعني خالص تعايزي واهدي الجائزه دي لجنودنا البواسل والجيش مصر العربي، واحنا في ظهره وبندعمه طول الوقت، وحقيقي يعني حدث مؤسف يعني، ربنا يكون في عون اهاليهم ويصبرنا ويصبرهم يا رب في الجنه طبعا اكيد باذن الله يا رب. طبعا احنا فعليا بنقدم كل اللي انت عايزه. محمد ممدوح خريج خالد جلال. طبعا خالد طبعا ورشه مركز الابداع. بس كان في كضيف شرف في الكبير، انت كنت القط في الجزء الاولاني. طبعا الجزء الاولاني كنت عزام القط، كان اخراج استاذ اسلام خيري. وبصراحه كنت معتقد ان انا لما اروح المره دي كنت فاكر ان هم معتمدين ان انا هيبقى في حاجه ليها علاقه بالجزء ده، هي ليها علاقه بعذاب القط يعني، فلا لقيتهم بيقولوا بقى مهرجان المزاريطه وهتيجي محمد ممدوح. ده بصراحه برضه فكره خطيره يعني، مصطفى صقر وعز يعني، محمد عز كاتبين حاجه هايله الله اكبر يعني. طبعا الاستاذ احمد الجندي هو السبب الرئيسي بانه الحاجه دي تطلع بالمنظر الجميل ده، بالكوميديا الجميله دي بصراحه يعني. بصراحه مشاهدك جوه الكبير كان فيها ارتجال اكتر؟ مش اكتر، بيني وبينك ما بقول لك ده الاساس، السكريبت جاي اساسه حلو قوي، فبالتالي التجويد ده حاجه بقى من حلاوه السكريبت يعني. فده اللي حصل بيني وبين محمد سلام وبيني وبين مكي. طبعا مكي برضو يعني المشهد اللي بينا كانت كلها بيني وبين حزلقوم، كان طبعا ارتجال في كتير، كان ارتجال بس كان في اساس بقى ان في بيخش الاول يعرض عليا الفيلم، بعد كده هيحصل ايه بقى قعدنا نقول مع بعض يعني، بعد كده بقى ان في واحد عايز يطردني كده نلبس الست كده يعني. الفتره اللي فاتت انت نوعت شويه، كان في مجموعه ادوار مختلفه ما بين سينما وما بين تلفزيون، ما بين الكوميديا جدا
بنك الحظ مثلا، بنك الحظ وما بين مثلا شخصيه زي قبيل. فكره ان انه انت كممثل بتحاول تقول طول الوقت انا مش بتاع لون واحد، بس الخريطه الانتاجيه عندنا في مصر انا شايف انها مع ممثلين اخرين ما بتساعدش كده. هل انت بتضغط كنجم انك انت تقول لا انا هختار شخصيات تانيه، ولا فعليا هم شايفينك تقدر تعمل ده؟ انا شايف ان الممثل هو اللي بيحط نفسه في الاطار ده، ان هو اللي عايز يبقى المنتج يشوفه ازاي، او يبقى لا ده الممثل اللي عايز اللي بيمسك خط عايز يبقى كوميدي يفضل كوميدي براحته يعني. طبعا كل واحد عايز يعمل اللي هو عايزه، بس انا من النوع اللي انا عايز اعمل، انا ببقى مستمتع بان اعمل كل حاجه والحمد لله. طب مثلا ميكي، عندك ميكي، ميكي بيعمل صريخ وجي في الاختيار اعمل شخصيه منتهى الجدية وحقيقية جدا وتعاطفنا معها جدا وصدقناها جدا جدا. وطبعا كريم عبد العزيز نجم كبير، نفس الكلام، كريم عبد العزيز في كوميدي خطير خطير يعني، الله أكبر، هو مصر خطير يعني. قصدي اقول لك ان لا انا اللي يعني المصر هو اللي بيفرض ده على المنتج، حتى لو المنتج كان عايز كده. لا احيانا بقى عندنا في مصر لا في منتجين عايزين كده وعايزين كده، عايزين ينوعوا، عايزين بقوا عايزين يبقى فيه، او احنا يعني انا شخصيا عايز يبقى فيه تجارب طول الوقت، وده الممتع في المهنه على فكره. مهنتنا من الحاجات الممتعه فيها من وجهه نظري ان انت تبقى واحد تاني بشخصيه تانيه بشكل تاني، واللي بيقيمك ناس تانيه، وانت طول الوقت تحت التقييم على فكره. دي حاجه مهمه قوي، ان دي سرعتنا يعني، دي مهنتنا، فلازم تسمع التقييم سواء يعني هدام او بناء. انت عقلك موجود انك تعرف تتميز ايه اللي هدام وايه اللي بناء وايه اللي بجد تستفيد منه وايه اللي مش مهم يعني. كمان لازم تعترف ان في اذواق يعني، في لازم معترف ان في ذوق، حد يحبني وحد ما يحبنيش، مش بيحبني وما يحبنيش، مش علاقه شخصيه، او قصدي يعني لا شايفني كويس او مش كويس، او اقنعته او ما اقنعتوش بمعنى ادق. وده حاجه مش مهينه على فكره خالص. صحيح. طبعا حاجه مش مهينه، دي المهنه، دي مهنتنا كده، لازم نفهم كده. انت الناس كانت هدمتك في حاجات في لعبه نيوتن، اتكلمت بشكل غير عادي على شخصيه الحمد لله. حقيقي مش فاكر ايه اللي بيهجمه او بلاقي في النهايه الحمد لله الاستحسان تمام، وبتحس ان انت ما دام انت اقتنعت الناس بتقتنع. انت بقدر الامكان لو انت مقتنع بحاجه بتقدمها هتيجي في حته في جزء هيقتنع، اللي هو من ذوقك هيقتنع انت بتعمله. طب انت في الفترة اللي من ذوقك، قصدي اختياراتك مش ذوقك كذوق يعني. السنة اللي فاتت انت في رمضان انت رقم واحد الحمد لله. رمضان 2022 اكتفيت انك تبقى ضيف شرف. هل الاهتمام بالسينما، ولا انت لا انا لازم اقعد شوية، لازم ارجع شوية اريح شوية؟ كنت تعبت، كنت تعبان بصراحة. لا اصلا خلصت ابو صدام قبل المهرجان باسبوعين تقريبا، مهرجان القاهرة السينمائي. فانا قعدت طول الفترة دي من بعد من قبل رمضان بكتير، السنة اللي قبليها بصور في نيوتن وبصور في زيزي طبعا الحمد لله. وده كان واخد مني مجهود كبير قوي. خلصت كنت داخل في ابو صدام وفيلم السرب، وتقريبا كنت مخلص العنكبوت كمان، فكنت يعني فكنت محتاج شويه راحه، اقعد مع بنتي واقعد مع مراتي، ليهم حق عليا، اشوف اهلي وابويا وامي واخواتي وحشيني وليهم حق عليا. فكنت عايز اعمل كده بصراحه، وانبسطت رمضان السنه دي. كنت يعني بعمل حاجات خفيفه ومقضيه في البيت، فكنت بتعامل مع كاميليا ومع ميرفت ورحت لابويا وامي واشوفهم وكده يعني. العنكبوت انت مخلصه من بدري، من شو، من قبل ابو صدام على ما اظن. انا قصدي كانت في بقى يوم مش عارف امتى قبل، لا من بدري. بس انا بفتكر ال مش بغير حاجات داخله في بعض بصراحه. بصراحه لان العنكبوت قعد كتير قوي يتصور يعني. العنكبوت انا الفيلم ده بقاله 3 سنين 4 سنين من 2018 اعتقد يعني. متابع ايرادات العنكبوت؟ لا. الفترة اللي فاتت العنكبوت هو الترتيب الثاني في الايرادات. ما والله الايرادات الموزعين نفسهم ما كانوش متوقعين حجم الايرادات الكبيرة دي. ما شاء الله. طب الحمد لله، الحمد لله، ده حاجة، ده خبر جميل. ما اعرفش فعلا، انا للاسف عندي العادة دي وبصراحة بتريح لي دماغي. انا بعمل عملي وكل حاجة، بس انا وظيفتي انتهت بعد ما خلصت. انا شايف كده، انا بـ 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 بشوف كده يعني. وبالمناسبه انا نفسي اشوف الفيلم بتاع واحد تاني بصراحه جدا، نفسي اتفرج عليه. طبعا اتفرج على عنكبوت اكيد، بس قصدي كمان واحد تاني، ان انا يعني نجم كبير زي احمد حلمي مع محمد شاكر، ده حاجه انا متاكد انها تبقى حاجه خطيره يعني، الله اكبر يعني. محمد شاكر ده اخويا وصديقي وغير بعيد عن العلاقه الشخصيه يعني، هو فنان
خطير يعني طبعا طبعا بالظبط طبعا انا بقول لك من ناحيه العمل يعني من واحد من اكثر المخرجين اللي بحب اشتغل معاهم وبرتاح معاهم وراجل مركز وبتاع شغل وبيتقي ربنا في شغله وحقيقي متطور طول الوقت. اه طبعا طريقي اكتر شخصيه حبيتها في حياتي شخصيه طريقي سيد تافنجا اكتر شخصيه بحبها في حياتي طبعا كتابه الخطير مع تامر حبيب طبعا طريقي في جراند اوتيل في لطيف الشمس كل ده هو شايفين يعني جمهورك شايف النقله الاساسيه في نجوميه ممدوح كانت جراند اوتيل جراند اوتيل حقيقي طبعا الحمد لله طبعا الحمد لله الحمد لله. انت بتجهز ليه دلوقتي يا ان شاء الله اول ما ارجع من هنا باذن الله ايام قليله كده يا رب باذن الله هبتدي اصور فيلم شقه شقه اخراج استاذ كريم السبكي وتاليف حسام صبري عمرو يوسف وانا وامينه خليل حبيبتي امينه خليل وعمرو حبيبي طبعا اخويا يعني بحب اشتغل معاه جدا جدا يعني يعني من وشهم حلو عليا فعلا يعني في منظر في اسود ونيران صديقه اصلا يعني حاجات كتير وطبعا ولاد رزق يعني وامينه بقى حبيبنا من عشره عمري بالظبط بالظبط عشره عمري موسم رمضان 2020 بالظبط وهي لوحدها الله اكبر عليها بتعمل حاجات هايله يعني فاهمه بتعمل ايه يعني بحبها جدا جدا واضح ان الموضوع كبير يعني في ولايت سنه ولا مش كوميدي هو ما اعرفش بيكون اكشن شويه سسبنس ما اعرفش يعني بس في شويه لايت كده يعني بص هو حقيقي او يعني انا رايي كده هو فيلم حقيقي كده يعني كتابه مين كتابه حسام صبري وعامل حاجه خطيره حسام صبري حسام صبري كاتب صديقنا وحقيقي يعني من اللي جايين هو اللي كاتب فيلم برضو بتاع محمد امام بحقيقي عمهم نزل قريب قوي ان شاء الله اخرج من الباوي ان شاء الله باذن الله. سؤال بعيدا عن ممدوح احلى حاجه عجبتك في رمضان احلى عمل عجبك في رمضان حقيقي ما بص كان انا عندي مشكله مش هقول كده مش هينفع بس يعني ما عرفتش اتابع قوي بس كانت اكتر حاجات اللي بتقعد قدامي بتفرج عليها مكتوب عليا والكبير فانا بحب اكرم ما انا بحبه جدا جدا بحييه على المجهود اللي حصل في المسلسل ده خالد الحلفاوي طبعا من الحاجات اللي عجبتني جدا في الحاجات اللي عرفت اتفرج على اكبر كم منها كان مكتوب عليا والكبير على فكره باقي الحاجات بقى كنت مش عارف قوي عندي مشكله انا التلفزيون عندي فيه مشاكل يعني العلاقه بيني وبين التكنولوجيا والانترنت والحاجات دي حقيقي اخري واتساب يعني فاهم اي حاجه تانية بتتظبط بقى مراتي بتظبطها جوه فحاجات كتير ما بتفرج عليها فعلا كتير ما بتفرج عليها.